رمضان شهر القلوب الوجلة والنفوس المشتاقة والدعوات الصاعدة. رمضان شهر الصيام نهار والقيام ليلا. رمضان شهر تطهير الذنوب وتصفية القلوب. برمضان افتح خزينة قلبك، احذف، رتب، سامح، اغفر وتجاوز. وتذكر إلا من أتى الله بقلب سليم. رمضان هو شهر العبادة، مو شهر تزيين السفر وتنزيل على الفيسبوك والإنستجرام والواتساب. برمضان مفروض نطلع منه بلا ذنوب، مو نزيد ذنوب فوق ذنوبنا ونحسر ناس مو قدران تجيب الخبز لتفطر بالوقت اللي انت عم تزيني سفر وتنزليه على الفيسبوك والإنستجرام. يا خجلتنا إذا طلعنا برمضان بذنوب فوق ذنوبنا. رح تبدأ أجمل 30 يوم بالسنة، فليبعث لكم ربي فرحا لا يفنى، ويهل عليكم شهر رمضان وأنتم لا تشكون هما ولا فقدا. اللهم أن نسألك حسن الصيام والختام، اللهم اجعلنا ممن تدركهم الرحمة ثم المغفرة ثم العتق من النار. أتاكم رمضان شهر يخشاكم الله فيه، فينزل فيه الرحمة ويحط الخطايا ويستجيب الدعاء ويباهي بكم الأمم. فأروا الله من أنفسكم خيرا، فإن الشقي من حرم فيه من رحمة الله. اللهم تقبل من الصائمين الراكعين الساجدين الطائعين. رمضان كريم عليكم إن شاء الله.